أنا أضرب المثال دائما بما ورد عن الأئمة في مسألة المنع من الخروج على الحكام. الحكام كانوا مسلمين في الجملة، لكن كانت لهم بدع، وكانت لهم يعني انحرافات، وكانوا يقعون في ظلم شديد، ورغم ذلك العلماء يرفضون الخروج عليهم. يفكرون في ماذا؟ يفكرون أن هذا الحاكم عنده قوات من الشرطة في الداخل، وله جيوش تحارب الكافرين وتحمي بيضة المسلمين في الخارج. إذا نحن خرجنا على هذا الحاكم ولم تكفه هذه الشرطة لحمايته، سيستدعي هذه الجيوش من أماكن رباطها لحماية نفسه، لحماية كرسيه، لحماية عرشه. ما الذي سيحصل؟ سنفقد كوننا أمة، وسيبقى النزاع الداخلي سببا في انتصار الكافرين علينا. هذا هو المورد الذي جعل العلماء يمسكون كثيرا عن الخروج على هؤلاء الحكام، أقصد الخروج العام، وإلا فما كانوا يسمعون كلامهم وأوامرهم المخالفة للنصوص الصريحة، وكانوا يعارضونهم. وقول الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن قول ظاهر وبارز، ورغم أن الخليفة كان يمنعه من تعليم الناس إلا أنه كان يستقبل طلبة العلم في بيته في صورة شحاذين، ويعلمهم ويحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كانت يعني قضية الإحياء، إحياء مفهوم الأمة بمجملها في حالة الصراع. لن نحارب الأعداء كحركة أو كجماعة أو كفرقة، لكننا نستطيع أن نحارب الأعداء إذا كنا أمة واحدة مجتمعة على هذا. الله خير شيخنا. نعود للأسئلة الأستاذ مروان. يقول: على مبدأ البعد عن الفرقة وسببها، هل يمكن القبول أنه لا يجوز الخروج على الحاكم أو الإنكار عليه لكي لا تحدث الفرقة؟ الحاكم الذي يعني التنهيده هذه يا شيخ، أنا أذكر كلمة لشيخ يعني لا أريد ذكر اسمه الآن، لكن كان يتكلم عن العمليات الاستشهادية، وأن مثلا الشيخ الألباني قال هذه العمليات لا تجوز إلا بإذن الإمام، فهو يرد عليه ويقول له: أما وقد كفر الإمام يا إمام، فما لنا من إمام ولا نستطيع أن نأتي بإمام. فهؤلاء يعني في الحقيقة وإن كانوا حكاما في السلطة إلا أنهم ليسوا حكاما شرعيين، لا شرعية لهم أصلا، شرعيتهم ساقطة. ليس لأحد يجلس على كرسي الحكم شرعية إلا أن يكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية بيضة المسلمين وسياسة الدنيا بالدين. هذا يعني أقل ما يقال عن من له شرعية في حكم المسلمين، غير ذلك لا شرعية له. الخروج عليهم منوط بالقدرة والمصلحة، منوط بالقدرة والمصلحة. أنا عن نفسي أرى أن تغييرهم واجب، وأن زمن بقائهم يضر بالمسلمين أكثر ويعقد الأمور أكثر ويرجعنا إلى الخلف أكثر وأكثر، وأن ضريبة الخروج عليهم سندفعها شئنا أم أبينا، لكننا إذا دفعناها اليوم 10 قراريط فسندفعها غدا 20 قراطا. الأمة التي تسكت عن حكام غير شرعيين مدة طويلة من الزمن يكون الحال أنهم يتحملون أكثر وأكثر، وتكون الضريبة التي سيدفعونها أكثر وأكثر. نحن لسنا بين يدي حكام مسلمين أخطأوا في بعض الأمور أو ظلموا أو جاروا، لسنا بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي رغم إجرامه الذي حدا ببعض الصحابة لتكفيره، إنما نحن بين يدي وكلاء عن الكفار الأصليين، وكلاء عن الاحتلال الذي ينهب أموالنا ومقدراتنا، الذي يحكم في دمائنا وأموالنا وأعراضنا بغير ما أنزل ربنا. فهؤلاء لا شرعية لهم البتة، لكن كما قلت لك التفكير يكون فقط في مسألة القدرة والمصلحة، والله تعالى أعلم.
آخر دقيقة شيخنا، هو كأنه كتعليق أو استفسار حول كلامك على الإجابة في السؤال الماضي في الخروج على الحكام. يقول هو هنا عدم الخروج الموازنة بين المصالح والمفاسد حتى إعداد الأمة، وليس لجواز الخروج أم لا، أليس كذلك؟ كأنه يستفسر عن ال فهمت، أعيده مرة أخرى. طيب هو كأنه هذا كان توقيته تعليق على حديثكم على الخروج، على سؤال الخروج عن الحكام أو عدم الخروج عليهم. يقول عدم الخروج للموازنة بين المصالح والمفاسد حتى إعداد الأمة، وليس لجواز الخروج أم لا، أليس كذلك؟ وكتبها عدم الخروج، طيب شوفوا عموما للموازنة الخروج بين المصالح مطلوب، والمفاسد. الخروج مطلوب بل أراه واجبا، لأن بقاء هؤلاء أشر وأضر على الأمة من أي خيار آخر، تمام. لكن التفكير في كيفية فعل هذا، أن يعني تبدأ جماعة من الناس في تعلم العلم الصحيح حتى تستطيع أن تحشد الناس في هذا العمل، فهذا لا بأس به. أن تبدأ جماعة من الناس في دراسة الواقع وفهمه وتفاصيله حتى تستطيع التغلب عليهم، هذا لا بأس به. أن تنشغل جماعة من الناس بالإعداد الإيماني والبدني والتربوي ويعني والنفسي وكل شيء حتى نستطيع أن نصمد حال مواجهة هؤلاء، هذا لا بأس به. المهم أن تجتمع كل هذه الجهود من أجل تحقيق الهدف منه. لكن أنت كما قلت، إذا كنا نتريث أحيانا فنتريث من جانب عدم القدرة أو عدم يعني وجود المصلحة الواضحة لفعل هذا حاليا، أو للخوف من ترتب مفاسد كبيرة على عمل عشوائي غير مرتب. طيب شيخنا، تقول أم بشار ما المقصود ببيضة الإسلام؟ بيضة الإسلام يعني البيضة هي ذكرتها في الخوذة كلامك. التي تلبس فوق الرأس. البيضة هي الخوذة التي تلبس فوق الرأس حال الخوف من الخطر، تمام. فهذه البيضة لأنها تحمي، فيقال بيضة الإسلام هو الشيء الذي يحمي الإسلام، الذي يحيط بالإسلام حماية له. فلذلك نقول جيوش المسلمين تحمي بيضة الإسلام، الحاكم المسلم يجب عليه أن يحمي بيضة الإسلام، يعني أن يحول بينه وبين أي معتد عليه، أن يكون حائلا بين هذا الإسلام وبين أي فكر في الاعتداء أو تعريضه للأذى. والله تعالى أعلم.